مواصلة لخرجاته الميدانية، حل اليوم والي ولاية سيدي بلعباس السيد سمير شيباني إلى بلديات كل من المرحوم، بير الحمام وسيدي شعيب، وهذا من أجل الوقوف على مختلف المشاريع التنموية. والمتمثلة في مشاريع تهيئة وإنجاز منشآت حيوية كالمؤسسة التربوية والصحية والإنارة العمومية وتعبيد الطرقات. خلينا الغازو تريستي يجي كي نبداو نخدم. دونك لازم لا ديسيزيون دونك لي فينونس تاع الساعه. وين هذاك الوزاره؟ سميتها في 6 سبتمبر. يا شهر. حنا ما ديبوزيناش.